يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا ويوم جديد نهاركم سعيد النهارده 3 اكتوبر يوم جديد وطبعا مصر كل يوم عندنا احداث جديده احداث جديده بنتعلمها فاسمحوا لي كمان اصبح على الجنتلمنز اللي معايا معايا فادي وشريف صباح الخير صباح الخير صباح الخير اتفضل حضرتك ابدا ابدا تضيفنا حتى النهارده يعني. صدح. صدح. اه على يوم الاثنين طيب نصبح الناس صباح الخير مشاهدينا حلقه الاثنين 3 اكتوبر 2011 <applause> طبعا زي ما دينا قالت عندنا احداث متلاحقه كثيره جدا ويمكن اخرها هتلاقوه في نشرات الاخبار تصريحات المشير الاخيره اللي اتكلم فيها وقال بالنص وانا ايكوت من كلامه لم يطلب مننا ان احنا نضرب نار على الناس ولا عمرنا هنضرب نار واعتقد انه هو كده يعني اتكلم عن حظر يعني هو خرق, خرق حظر النشر وهو قال انه بشكل صريح انه لم يطلب منهم ضرب النار على الشعب المصري وتقدر له تصريحاته جدا يمكن زي ما فادي بيقول يمكن دي من اكتر التصريحات اللي موجوده دلوقتي في الجرايد غير كده كمان اللي بيشغل الراي العام في مصر هو الاحزاب والانتخابات اللي جايه هتتم مش هتتم انتخابات الرئاسه اللي في 2013 هنعمل انتخابات ولا لا في ظل الامن اللي م... ان غياب الامن اللي موجود قانون غدر لسه ما اتفعلش يعني في حاجات كتيره جدا نعرفها هنعرفها معانا فقره النهارده هنتعرف اكتر على اللي حصل مع الاجتماع مع الفريق سامي عنان والاحزاب ودي فقره هيكون معانا فيها الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه ورئيس لجنه التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي وفي نفس الطريق بيمشي دايما كل المظاهرات وكل المطالب الفئويه التي يقال انها لا تنتهي ولكنها فعلا حيويه جدا بغض النظر عن مدى القبول او الرفض لهذه الظاهره. النهارده وبقالنا سنين بنطالب بنقابه للاعلاميين وتحديدا نقابه للاذاعيين وللتلفزيونيين وفصلها او يبقى فيه تفصيل عن السينمائيين وده يمكن اللي حاصل دلوقتي. النهارده احنا معانا محاولة لتأسيس هذه النقابة نقابة الإذاعيين هيكون معانا فيها ضيفين هم الأستاذ الإعلامي والإذاعي الأستاذ سيد الغضبان وهو الإذاعي القدير طبعا وأيضا هيكون معانا الأستاذ علي أبو هميلة وهو المخرج الإذاعي وهنتكلم عن أول انتخابات نقابية للإذاعيين وحنشوف هذه التجربة هو الجدير بالذكر أنه أنه لم يرشح غير مرشح واحد هو الإذاعي الكبير الأستاذ سيد الغضبان هيكون كلامنا معاه مهم جدا لان هو المرشح الوحيد لا انا بس كمان عندي تساؤل يا ريت يعني اللي هيبقى من الفقره ريت تسألوا هل الشباب ليهم دور في الكلام ده ولا لا يعني هل ليهم وجود وهل فيهم ليهم تواجد ولا لا يعني نفسي يكون التواجد في اي حاجه بصراحه ده غير لا ده غير فيه فقره غير طبعا الصحافه كالعاده لكن آه بعيدا آه شويه آه عن السياسه هيكون معانا فرقه الوان وهيقدموا لنا الوان مختلفه من الغنى فخليكم معانا يلا بينا الصحافه بعد الفاصل يلا